السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الاكزرسيس ديال البيلون بارتي 3 الذي نكمل فيه هذا السيري ديال البيلون اللي بديتها بالفيديوهات الماضية. شفنا التمرين 1 و 2 و 3، طبعا نشوفوا التمرين رقم 4 و 5 ان شاء الله. لا سيتياسيون دو لونتربريز بون بوا se présente ainsi. Donc, on a les informations. Donc, on a installation technique 580,000, matériel OTIA 650,000, mobilier de bureau 30,400, matériel de transport 1,000, matériel informatique 65,200, marchandises 1,080,000, clients 90,700, banque 61,500, caisse 18,300, فورنيسور ما عندهاش القيمه ديالو، الامبران 250000 درهم، اي الكابيتال مليون ديال الدرهم. الكيستيون هو بريزونتي لو بيلون دو لونتربريز بون بوا. دونك لا ميم شوز اللي كنخدمو ديما، لو بيلون ان تراسي لو طابلو. اول حاجه قلنا اللي ما عرفش ممكن انه يخدم بلون كونطابل، هتشدو هتفتحو البلون كونطابل، دونك عاد ترسمو بعدا لو بيلون، تراسو لي بيلون، اتراسو لي بيلون. هذا نسيو عليكم هاد لي كونط هادو، تشوفهم اتراسو لي بيلون اكتيف مونطون باسيف مونطون توتال. اول حاجه كنبداو بها كنبداو بالكلاس 1 فينونسمون بيرمانون، كتكتبوا هذا فينونسمون بيرمانون. دونك كتمشيو للبلون كونطابل، كتفتحوا البلون كونطابل على لا باج ديال فينونسمون بيرمانون، راه هي باللون صفر، هي رقم 1 كلاس 1. دونك كتشوفوا هاد لي كونط هادو شنو هما لي كونط اللي داخلين في الفينونسمون بيرمانون. كنشوف راك نتوما راك تشوفوا بلون كونطابل، كتشوفوا هاد لي كونط، كتبقى تشوفوا تشوفوا تشوفوا. غتلقاو اول حاجه مكتوبه الكابيتال، كابيتال بيرسونيل وكابيتال سوسيال، ها هو الكابيتال. دونك الكابيتال كاين، دونك كندير عليه واحد، هنا كنكتب ليه انه كاين كلاس 1 واحد، كنكتب عليه واحد. المهم كتكملوا من بعد، كتشوفوا ما كتكملوا كتشوفوا واش كاين شي كونط اخر، كنقلبوا ها كاين لومبران، ها هو لومبران. كنشوفو صافي هاد جوج لي كونط لي كاينين، دونك غنمشي نكتبهم في فينونسمون بيرمانون. ولكن كيفاش كنكتبهم؟ كنكتبهم على حساب داك لوغدغ لي كاين في بلون كونطابل. شكون لي كيسبق الاول؟ راه الكابيتال كتسبق لومبران، غنشوفو الكابيتال هو الاول عاد تابعو لومبران. دونك غتكتبو الكابيتال والقيمة ديالو مليون، ولومبران والقيمة ديالو 250,000 درهم. ابخي سالينا من فينونسمون بيرمانون، من بعد كنمشيو لكلاس جوج، راه تابعو ديريكتومون كلاس واحد، تيتبعو بلان جوج، تبقاو خدام من بلون كونطابل نيس. دونك غتكتبو جوج اكتيف ايموبيليزي، ها هو اكتيف ايموبيليزي، غتمشيو لهادوك لي كونط. دونك هاد لومبران الكابيتال مشاو، هادو صافي شطبوا عليهم ما بقاش غيدخلوا مره اخرى. غتشوفوا لي كونط لي بقاو، لي كونط لي بقاو حيت في البلون كونطابل على كلاس جوج. كلاس جوج اول حاجه كيبدا بلي زموبيليزاسيون اون نون فالور، غتقلبوا واش كاين شي ايموبيليزاسيون اون نون فالور، واش كاين شي سميه من هادوك؟ نو ما كايناش شي سميه من هادوك، كاينين تماك ما كايناش. من بعد غتمشيو ليموبيليزاسيون انكوربوريل، ايموبيليزاسيون انكوربوريل كتقلبوا ما لقيتو والو. من بعد تمشوا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل تفتحوها تقلبوا. هنا اول حاجه لقينا ها هي كاينه انستالاسيون تكنيك كاينه تماك، نزلوا تحت باقي ماتريال اوتريج حتى هي كاينه، ها هي ماتريال دو ترونسبور ها هي كاينه، موبيلي دو بيرو ها هي كاينه، ماتريال انفورماتيك كاين، كلشي هاد القيم كاينين تماك. دونك هادو عاد تكتبوا في الاكتيف موبيليزي، دونك هادو هما اللي كاينين، داكشي الاخر ما بقاش، صافي هادشي اللي كاين. دابا هاد الخمسه لي كونط، انستراسيون تكنيك، ماتيريال اوتياج، موبيلي دو بيرو، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، خاصني نكتبهم في الاكتيف موبيليزي، راه لقيتهم في كلاس جوج. دونك غنكتبهم ولكن حسب لوغد ديال بلون كونطابل. شكون كيسبق الاول؟ كتسبق الانستالاسيون تكنيك، ها هي 580,000 كتبتها. من بعد ماتيريال اوتياج، ها هي 656,000، ها هي كتبتها حتى هي. من بعد ماتيريال ترونسبور 200,000، من بعد موبيلي دو بيرو 30,400، من بعد ماتيريال انفورماتيك 65,200. مفهوم؟ تتبعوا هذا الترتيب ديال البلون كونطابل، انستالاسيون تكنيك كتبع ماتيريال اوتياج، كتبع ماتيريال ترونسبور، كتبع موبيلي دو بيرو وماتيريال انفورماتيك، كل وحده كنكتب لي مونطون ديالها. من هنا تمشوا للكلاس 3 اكتيف موبيليزي، كنكتبوا اكتيف موبيليزي، وكنمشوا لي كونت اللي بقاو عندنا. دونك راه كاين شي كونت مشاو، ها كومبرا مشى، كابيتال مشى، عاوتاني انستالاسيون، ماتريال، موبيلي، ماتريال، ماتريال، هادشي كلشي مشى. دونك شحال بقى عندي؟ بقى عندي مارشانديز، كليون، بون، كيس، اي فورنيسور. دونك شنو داخل في كلاس 3؟ دونك غنمشيو للبلون كوطابل، غتفتحوا لاباج ديال كلاس 3. اكتيف سيركيلون، اكتيف سيركيلون اول حاجه غتلقاو ستوك، ستوك غتبان لكم مارشانديز. دونك مارشانديز داخله ها هي 280,000 درهم، داخله مارشانديز ها هي كلاس 3. من بعد نكمل
شوف واش كاين شي كونت اخر، كونت اخر هاو عندنا كليون، كليون داخل تماك 90700، دونك هتصافي الجوج اللي عندنا داخلين في كلاس 3، دونك غنمشي نكسبهم في كلاس 3. ها هما كلاس 3 كان ديما كيسبق في بلان كوطاب، شكون كيسبق في بلان كوطاب؟ مارشانديز، دونك المارشانديز هي الاولى 280000، دونك الكليون 90700، دونك هادشي اللي عندي. من بعد كنمشيو لكلاس 4، كلاس 4 كنمشي نشوف لي زاليمون اللي داخلين في الكلاس 4 عندي هنا. هاد المارشانديز كليون مشى، بقاو بانكيت وفورنيتور هما اللي بقاو مازال ما دخلوش. شنو عندي كلاس 4 في البلان كونطابل كلاس 4 وتقلبوا، دونك هاو فورنيسور داخل في كلاس 4، ولكن الفورنيسور ما عندوش القيمه ديالو، ماشي مشكل، غنكتب الفورنيسور ونخليها خاويه حتى من بعد نحسبها، خليها خاويه من بعد ونحسبوها، نوريكم كيفاش نحسبوها. من بعد انتقلوا الكلاس الاخير هو 5-1، 5-1 اللي هو تريزو اكتيف، تريزو اكتيف غتقلبوا لي كونت اللي كاين، تريزو اكتيف راه معروف اللي كيكون فيه لا بانك او لا كيس، ها هما بجوج اللي كاينين بانك كيس، دوك غنكتبوهم، غنكتبو بانك 615000 ولا كيس 183000، 5 5 ما كاين والو، تريزو اكت باسيف ما فيه حتى حاجه، دونك هادو هما لي كونت اللي كاينين. دابا كيفاش غنحسبو الفورنيسور؟ فورنيسور كيفاش كنحسبو؟ دونك اول حاجه هاد راه ما عنديش هذا، دونك هذا كامل لاكتيف كامل، حسن نحسبو هاد لاكتيف، لاكتيف شحال كيساوي؟ نجمعو هاد لي زيرو من كلشي، عطاتني 1,991,100، دونك توتال اكتيف راه خاصو يساوي توتال باسيف، تاني توتال باسيف هذا كيساوي هاد المونطو هذا، راه باقي ما درناه. دونك اش كتقول القاعده؟ كتقول ان الاكتيف كيساوي الباسيف، والباسيف شنو هو؟ الباسيف هو الكابيتال زائد لومبران زائد فورنيسور، ها هما حنا كنقربوا على الفورنيسور، دونك الفورنيسور هو لو باسيف موا لا سوم ديال الكابيتال او لومبران، دونك الفورنيسور راه الباسيف قلنا هو 1,991,100 ناقص الكابيتال 1,000,000 وهذا 250,000، دونك الفورنيسور تخرج ليا 741,100، دونك غنكتبوها 741,100. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكزرسيس هذا، ان شاء الله نزيد لكم فيديو اخر باش نخدم معكم الاكزرسيس الباقي في هاد السيري، هذا هو الاكزرسيس نيميرو 5 وهو الاكزرسيس اللي بغا يخدمو، ها هو نقلو وخدمو، واخا انا باغي تخدموه نتوما تحاولوا انكم تخدموه بوحدكم، وابخي نلح لكم الفيديو ديال ليكسبليكاسيون ديالو، حاولوا تخدموه لانه التمرين زوين، وفي واحد المساله ها هو السؤال عطاونا هاد البيرو مرسوم، compléter le bilan de l'entreprise X sachant que la somme empruntée par l'entreprise représente 4 fois la somme qu'il doit à ses fournisseurs et sachant que sa dette envers le fournisseur représente 2% des emplois stables. Moi, je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. La correction de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Et après, je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier.